البداية ستكون مع الأخبار الدولية، حيث لم تقف تداعيات تصويت مجلس النواب الأمريكي على رفع سقف الدين الحكومي على الإطاحة برئيسه، بل بدأت تهدد بأزمة مالية عالمية شبهها البعض بأزمة العام 2008. فعدم تخلف الحكومة عن السداد أدى إلى ارتفاع كبير في عوائد سندات الخزينة، ووصلت إلى مستويات شهدت آخر مرة في العام 2007، وتخطت 5% قبل أن تعود وتنخفض ببعض النقاط، وهو الأمر الذي يهدد في حال استمراره من موجة تعثر جديدة في المصارف الأمريكية. قد لا تقف تداعيات عند حدود الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الارتفاع الكبير في عوائد السندات الأمريكية يعكس بشكل كبير العزوف عن شهية المخاطر والاستثمار في أسواق الأسهم. أيضا يؤثر هذا الارتفاع الكبير في عوائد السندات بشكل مباشر على ربحية البنوك اللي طبعا أغلبها يستثمر في هذا النوع من السندات، ويتسبب هذا الارتفاع الكبير في إظهار الخسائر ولو كانت غير محققة في بياناتها المالية للربع التالي، طبعا في حال استمر هذا الارتفاع الكبير في عوائد السندات الخزينة. محليا تتحرر مع نهاية هذا العام عقود الإيجارات القديمة بحسب قانون العام 2014، الأمر الذي يمكن أصحابها من استعادة أملاكهم أو استيفاء الإيجارات بقيمتها الحقيقية. وتشكل الإيجارات القديمة بحسب إحصاء 2019 حوالي 34% من مجمل الوحدات المؤجرة في كل لبنان، وتبلغ 91 ألف عقار بين سكني وغير سكني. هذا التاريخ مفصلي لأنه رح يعيد الحقوق للمالكين صدامة، وبعيد التوازن بالعقد وبيحررها من عملية التمديد الغير دستوري اللي صارت للمالكين من ظلم طوال 70 سنة. من جهة تانية أكيد رح نلاقي عقبات وعرقلات من جهة القضاء والأكلاف الباهظة رح يكلفها الفريقين في حال فات النزاعات، وبنفس الوقت لجهة ثقافة بعض المستأجرين لعدم تقبل انه هذه العقود رح تتحرك. فبالتالي هي الافضل طريقه هي الحل الحظي والصلح لنوصل لبر الامان بظل هذه الظروف. دفعت الازمه الاقتصاديه الى انهيار الخدمات البلديه، فموازنه البلديات التي تعتمد على الرسوم من المكلفين بشكل مباشر او غير مباشر لم تعد تكفي، واصبحت تؤثر سلبا على جذب الشركات. امام هذا الواقع الذي ينذر بالأسوأ، بحث لقاء خاص تحت عنوان القطاع الخاص في خدمة البلديات من تنظيم المعهد اللبناني لدراسات السوق بالتعاون مع غرفة تجارة الشمال الحلول المجدية، بحضور حشد من الفعاليات وممثلي البلديات. البلديات بيقدروا يأمنوا الخدمات الأساسية لسكانهم عن طريق التعاون مع القطاع الخاص والانتقال إلى نظام الدفع من قبل المستخدم. يعني مثلا إذا بناخذ معالجة النفايات، مظبوط البلديات اليوم ما عندها القدرة هي تعالج النفايات بسبب انهيار الموارد المادية، بس بتقدر شركات قطاع خاص تروح تلم الزبالة من البيوت وهي تعالجها. إذا هدول البيوت بيعطوها اشتراك، ونفس النموذج بيقدر يطبق على الكهرباء، على المياه الشفة، على الصرف الصحي. تبدأ صباح الاثنين المقبل مناقشة مشروع موازنة 2024 في لجنة المال والموازنة النيابية، ويرتقب حضور وزير المال وفريق عمل الوزارة الجلسة التي ستعقد في قاعة الهيئة العامة، وسيتم فيها عرض المشروع ومناقشة الوزير في السياسة المالية والاقتصادية التي وضعت على أساسها الموازنة ومدى التزامها بالإصلاحات المطلوبة. أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحويل 50 مليار ليرة على حساب المستشفيات كمستحقات بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليرتفع بذلك مجموع ما تم تحويله خلال العام 2023 إلى حوالي 212 مليار ليرة. وفي هذا السياق وعد المدير العام للصندوق محمد كركي بدراسة زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى كلما اقتضت الحاجة، كي تبقى تعرفة الصندوق مساوية لكلفة العلاج الفعلية، وبالتالي عدم تحميل المريض المضمون أي فروقات مالية. هذا وتطالب نقابة المستشفيات الضمان رفع التعرفة من $52 إلى $68.